نعم. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في دعاء اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك أن يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ أم الأفضل أن يكون في الموضعين معا؟ الأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه هكذا ورد في بعض الروايات، ولأن الدعاء يكون قبل السلام، كما في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلى هذا فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن أسلم. بعد السلام ماذا قال الله؟ قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ما قال فادعوه. وأما قول المصلي حينما يسلم استغفر الله 3 مرات، فهذا لأن المقصود بهذا الاستغفار ترقيع ما حصل من نقص في الصلاة، فناسب أن يكون بعد السلام مباشرة. نعم.